الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهارده بنعمة ربنا اللقاء الثالث في رسالة إلى العبرانيين، وكنا اتكلمنا قبل كده وقلنا إنه بولس الرسول بعت الرسالة دي للناس اليهود اللي آمنوا بالسيد المسيح، وكان خايف إنهم يرجعوا أو يرتدوا عن الإيمان بتاعهم، فبعتهم الرسالة دي يكلمهم عن عظمة السيد المسيح وعن عظمة خدمة العهد الجديد علشان ما يحنوش إنهم يرجعوا لليهودية وللفرائض اليهودية. ففي إصحاح 3 بيقول لهم: إن سمى أيها الأخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا الرسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع حال كونه أمينا الذي أقامه، كما كان موسى أيضا في كل بيته. هنا بيتكلم عن الرب يسوع باعتباره قال عنه: لاحظوا الرسول اعترافنا ورئيس كهنته. يعني ايه رسول اعترافنا؟ يعني ايه رئيس كهنته؟ رسول اعترافنا يعني الايمان اللي احنا بنعترف بيه هو بسبب رسالية الاب له، ان هو قال هذه الحالة: بدينا يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك يسوع المسيح الذي ارسلته. كان بيكلم الاب، فالاب ارسله، الاب ارسله. فما تاخدوش كلمه الرسول دي يعني زي ما بتتقال في العرب الرسول، لا، ده جاي من عند الاب، والاب فيه واحد مع الاب، بس هو جاي لنا مرسل من الاب السماوي. وحتى هو نفسه قال: الاعمال التي اعطاني، الأعمال التي أعطاني الآب لكملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني، الآب قد أرسلني. وهو بيقول لهم: لاحظوا، يعني خلوا في اعتباركم وما تنسوش أن السيد المسيح جالنا من السماء مرسل من الآب السماوي. والجانب الثاني بقى انه بيقول ان هو رئيس كهنه، ويقول: لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع. فهو رئيس كهنه، وتلاقي سفر عبرانيين او رساله عبرانيين بتتكلم عن السيد المسيح في اكثر من مكان على انه رئيس كهنه. ورسالة العبرانيين بتصف أوصاف كثيرة للسيد المسيح باعتباره رئيس كهنة. فمثلا عبرانيين 2:17 يقول: رئيس كهنة أمين فيما لله حتى يكفر عن خطايا الشعب. يعني هو عمله كرئيس كهنة أن هو يكفر عن خطايا الشعب. يقول: رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات. يعني هم الناس اليهود عارفين ان رئيس الكهنه كل اللي يقدر يعمله انه يدخل الى قدس الاقداس مره في السنه، اللي مفيش حد يقدر يدخله قدس الاقداس اللي على الارض. لكن هو بيتكلم عن رئيس كهنه، السيد المسيح رئيس الكهنه، انه مش بيدخل قدس الاقداس اللي على الارض، ده بيدخل قدس الاقداس السماوي. فبيقول: رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يعني عبر السماوات وداخل قدس الأقداس السماوي.
وبعدين كمان في عبرانيين 5:5 يقول المسيح لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له أنت ابن أنا اليوم ولدتك. يعني مش المسيح اللي عمل نفسه رئيس كهنة، لكن اللي عمله رئيس كهنة هو الآب السماوي. وعبرانيين 5:10 يقول مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملك صادق. برضه ده بيأكد نفس الفكرة بتاعت عبرانيين 5:5، إنه مش المسيح اللي عمل نفسه رئيس كهنة، لكن الآب السماوي عمله رئيس كهنة على رتبة ملك صادق. وبعدين عبرانيين 6:20 يقول دخل يسوع قصابك لأجلنا صائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة إلى الأبد. برضو هنا بيقول إنه عمل المسيح كرئيس كهنة كان سابق لأجلنا، يعني هو دخل قبلينا وهو اللي فتح لنا السكة عشان ندخل إلى قدس الأقداس وندخل قدام عرش الآب السماوي. وبعدين في عبرانيين 7:26 و27 يقول قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. فهو رئيس كهنة بس أعظم من أي رئيس كهنة على الأرض، لأن كل رؤساء الكهنة لهم خطايا ولهم شرور وكان بيكفر عن خطاياهم، لكن السيد المسيح باعتباره رئيس كهنة فبيقول قدوس بلا شر. وبعدين عبرانيين 8:1، أنا بس قلت لكم بعض الشواهد من العبرانيين توريكوا إزاي إن هو بيشرح عن السيد المسيح إنه رئيس كهنة. يقول لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات. فما فيش رئيس كهنة على الأرض اتقال عنه إن هو جلس عن يمين عرش العظمة، لكن السيد المسيح جلس عن يمين عرش العظمة. وبعدين بيقول لأنه كان يلزم أن يبقى في حاجة يقدمها فقدم نفسه. فرئيس الكهنة كان يدخل قدس الأقداس اللي على الأرض ويقدم ذبائح حيوانية عن نفسه عن الشعب، أما المسيح فدخل لقدس الأقداس السماوي ولما حب يقدم قدم نفسه. وبعدين في عبرانيين 10:21 يقول كاهن عظيم على بيت الله. فالكلام ده لما يسمعوه العبرانيين أو اليهود اللي بقوا مسيحيين، لما يسمعوه يقعدوا يفكروا يقولوا احنا مثلا احنا بنحن للهيكل اليهودي وبنحن لرئيس الكهنة وللكهنة، لما يسمعوا الكلام ده يقول ايه ده؟ ده ولا حاجة، الهيكل اللي على الأرض ده بتاع اليهود وكهنوت بتاع اليهود اللي على الأرض ولا حاجة جنب كهنوت السيد المسيح. فهنا بيقول لهم لاحظوا رئيس اعترافنا ورئيس كهنته يسوع المسيح حال كونه أمينا للذي أقامه كما كان موسى أيضا في كل بيته. فبيقول إنه السيد المسيح رئيس كهنة، لكن رئيس كهنة أمين. يعني في العهد القديم قيل عن رؤساء كهنة كتار إن كان عندهم نقص، كلهم كان عندهم نقص أو ضعف أو خطايا وكلهم كانوا مقصرين في حق ربنا، لكن هو بيقول كان أمينا للذي أقامه. فكلمة الذي أقامه يعني كان أمين قدام الآب السماوي كما كان موسى أيضا في كل بيته. والحقيقة لما ندرس حياة السيد المسيح وندرس أقواله نشوف قد إيه هو كان أمين فعلا. يعني لما يقول أنا نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني، وهذه مشيئة الذي أرسلني إن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير، منتهى الأمانة. وبعدين يقول
من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم. يعني هو جاي مش عشان يمجد نفسه، هو جاي عشان يمجد الذي أرسله، اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ الأب السماوي. وبعدين يقول الأب لم يتركني وحدي لأني في كل حين أفعل ما يرضيه. يعني احنا لو دورنا على شخص ونقول عليه أن هو أرضى الآب السماوي 100% مش هنلاقي غير السيد المسيح. وبعدين يقول للآب أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني الأعمل قد أكملته. وسفر الرؤيا يقول عنه أنه الأمين الشاهد الأمين الصادق. وهو أمين، أمين للذي أقامه للآب السماوي، أمين على بيته، بيته اللي هو الشعب بتاعه يعني اللي هو إحنا يعني. وبعدين ليه بقى بيقارن بموسى؟ بيقول كما كان موسى أيضا في كل بيته. لكن المقارنة الحقيقة فيها فرق كبير، لأنه في العدد اللي بعديه قال هذا قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لبان البيت من كرامة أكثر من البيت. فلما بيقارن بموسى، اشمعنى موسى؟ اشمعنى اختار موسى؟ لأن موسى الحقيقة شهد ليه ربنا في العهد القديم أنه كان إنسان أمين. يعني في شهادات حلوة لأنبياء في الكتاب المقدس، زي شهادة عن دانيال، زي شهادة عن أيوب. لكن عشان ربنا يشهد عن واحد إنه أمين فكانت الشهادة عن موسى. أحكي لكم حكاية بسيطة جت في سفر العدد. لما موسى راح اتجوز واحدة كوشية، كوشية يعني حبشية يعني، وبعد كده راح هارون وراحت مريم اتكلموا كلام عن موسى مش كويس، وقالوا يعني هو ما فيش الا موسى ده اللي ربنا كلمه. فمين سمع الكلام؟ الله في السماء، الاب السماوي سمع الكلام. فراح كلمهم وراح قال لموسى وقال لهارون ومريم تعالوا لي وقابلوني. فطلعوا بره الخيمة ونزل السيد الرب في عمود السحاب وابتدى يتكلم معاهم. وبعدين قال لهم ايه؟ قال لهم اسمع كلامي، ده عدد 12:6-8. ان كان منكم نبي للرب فبالرؤية استعلن له في الحلم وكلمه. قال ان اي نبي انا بكلمه برؤية أو أكلمه بحلم. لكن مع موسى الوضع مختلف خالص. أما عبدي موسى فليس هكذا، بل هو أمين في كل بيتي. شوفوا بقى الشهادة، أن السيد الرب يقول عن موسى أنه أمين. قال هو أمين في كل بيتي، فمن إلى فم وعيانا أتكلم معه لا بالألغاز وشبه الرب يعاين. يعني قال لهم انتوا بتكلموا عن موسى، كلموا كويس مش كويس عن موسى؟ طب ده موسى ده امين وانا بتكلمه فما لفم زي واحد ما بيكلم صاحبه كده، وشبه الرب يعاين، يعني بيشوف مجد الله ويشوف هيئه الله. فلماذا لا تخشيان ان تتكلم على عبدي موسى؟ وبعد كده بقيت القصة. قال إن ربنا ضرب مريم بالبرص، وبعد كده موسى قعد يتشفع لمريم قدام ربنا، فربنا سمع شفاعته وخلاها أبرص وطلعها بره الجماعة لمدة أسبوع. فأنا قصدي أقول هو ليه سفر عبرانيين بيقارن الرب يسوع مع موسى؟ لأن الناس العبرانيين دول أو اليهود اللي آمنوا بالمسيح أصلا عارفين
شهادة الله عن موسى، وعارفين أن موسى ده كان أمين وكان ليه دالة خاصة عند الله وأن الله شهد. فبعد كده دخل في المقارنة قال لهم فإن هذا يعني السيد المسيح قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لبان البيت من كرامة أكثر من البيت. يعني قال لهم انتوا عايزين تقارنوا بين مجد المسيح ومجد موسى أو كرامة المسيح وكرامة موسى، قارن بين البيت وبين البيت، مين اللي مكرم أكتر، البيت ولا اللي بان البيت؟ طبعا اللي بان البيت، لأن اللي بان البيت ممكن يهد البيت أو ممكن يبنيه أو ممكن يبني غيره أو يبني أحسن منه، فالبيت ما يبناش نفسه بنفسه. فقال إن الفرق بين يسوع وموسى في الكرامة والمجد زي الفرق ما بين البيت وبان البيت، أو فرق ما بين البيت وصاحب البيت. طب هو البيت اللي هو مين؟ البيت اللي هو إحنا، اللي هو شعب الله. لأن كل بيت يبنيه إنسان ما، ولكن باني الكل هو الله. وموسى عدد 5، موسى كان أمينا في كل بيته كخادم شهادة العتيد أن يتكلم به. يعني موسى كان دوره في البيت أو مع شعب الله أنه خدام، يعني كلمة خادم دي يعني خدام علشان يسهل للأمور اللي هتحصل بعد كده في العهد الجديد. أما المسيح فكابن على بيته. يعني لو تفتكروا لما السيد المسيح دخل الهيكل وطرد الباعة قال لهم ايه بيت مين؟ بيت ايه؟ بيت ابي. قال لا تجعله بيت ابي مغارة اللصوص، مش كده؟ فبيت ابوه يبقى بيته، مش كده ولا ايه؟ فده صاحب البيت. فبولس هنا بيقول للعبرانيين بيقول لهم انه موسى خدام في البيت، ولكن المسيح هو ابن صاحب البيت. فعشان كده الكرامة بيته، الكرامة بتاع المسيح أعظم بكتير من كرامة موسى. وبعدين يقول والمسيح فكابن على بيته وبيته نحن، إحنا بيت الله، لأن بيسكن فينا روح الله القدوس. إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. فهنا كان موضوع المقارنة ما بين موسى وما بين المسيح. يعني هو قبل كده في الإصحاحين اللي فاتوا اتكلم عن السيد المسيح أنه أعظم من الأنبياء، واتكلم عن السيد المسيح أنه أعظم من الملائكة، واتكلم عن اتضاع المسيح في تجسده وعن المجد اللي ناله بعد تجسده بعد صعوده للسماء. هنا بقى في إصحاح 3 بيتكلم عن مجد المسيح وبيقول لهم على فكرة خلوا بالكم لو أنتوا بتكرموا موسى كويس خالص، لا أنا عايز أعرفكم أن المسيح أعظم من مين؟ المسيح أعظم من مين؟ أعظم من موسى. بعد كده هو قصده من الكلام ده إيه؟ وقصد من الكلام ده حاجة مهمة جدا زي ما بيناها في أول محاضرة، إن هو مش عايزهم يرجعوا عن إيمانهم بالمسيح. كلمة يرجع عن الإيمان دي عند ارتداد، فهو عايز يحذرهم إنهم يفقدوا إيمانهم أو إنهم يرتدوا عن إيمانهم بالرب يسوع. فكتب لهم بعد كده قال لهم إيه في عبرانيين 3 في عدد 7 لعدد 11 يقول لهم لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط يوم التجربة في القفر حيث جربني أباءكم اختبروني وأبصروا أعمالي 40 سنة لذلك مقت
ذلك الجيل، وقلت لهم دائما يضلون في قلوبهم ولكن لم يعرفوا سبلي، حتى أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي. طبعا قد يبدو أن الكلام صعب يتفهم، لكن هو ببساطة خالص قال لهم بلاش تتمردوا. كلمة الإسخاط هنا يعني تمرد لدرجة يجيب السخط الإله أو يجيب غضب الله. فقال لهم بلاش تتمردوا عن النعمة اللي انتوا خدتوها، زي ما أباكوا عملوا مع موسى 40 سنة. فهنا بيشير للي حصل خلال 40 سنة، إنهم تمردوا على ربنا وأغاظوا ربنا لدرجة بيقول حتى أقسمت في غضبي إنهم لن يدخلوا راحتي. مزمور 95:7-11 بيشير للموضوع ده، يعني الكلام اللي قاله بولس دلوقتي. قالوا بيقتبس من المزمور ده أنه قال هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده، غنم يده. اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم، كما في مريبة مثل يوم مس في البرية. مس يعني كلمة التجربة، يعني هو بيشير بيقول إنه كان في يوم من الأيام جربوا ربنا وبعد كده ربنا غضب، فبيقول لهم ما تعملوش زي ما عملتوا قبل كده. حيث جربني أباكم اختبروني أبصروا أيضا فعلي. 40 سنة مقدت ذلك الجيل وقلت هم شعب ضال قلبهم وهم لم يعرفوا سبلي، فأقسمت في غضبي لا يدخلوا إلى راحتي. يعني واضح تماما تماما أن الكلام اللي قاله بولس ده هو كلام المزمور. ده يخلينا حريصين أنه يا جماعة احنا خدنا نعمة كبيرة، لكن نخلي بالنا أن احنا ما نرجعش لورا عن النعمة دي، لأن لو رجعنا يبقى احنا بنجرب ربنا واحنا بنغيظ ربنا. وعادة اللي بيرجع في إيمانه أو بيرجع في ثقته لربنا أو بيرجع ما سمعش كلام ربنا بتبقى النتيجة إنه مش بيعيش في راحة. يعني ما بيقول أقسمت إنهم لن يدخلوا راحتي، فدي شيء طبيعي لأن الخطية وعدم الإيمان بتؤدي لعدم الراحة. ولكن ربما ربنا كان بيشير لحاجة غير كده كمان، لأنه لما ربنا غضب منهم وقال لموسى، قال له أنا أقسمت إنهم مش هيدخلوا الأرض اللي أنا وعدتهم بها. حتى إن ربنا حكم على كل الشعب اللي طلع من مصر ولا واحد منهم دخل كنعان. لما ربنا قال لموسى قال ابعت واحد من كل سبت يروح يجسسوا أرض كنعان ويرجعوا يقولوا لكم عشان هتروحوا تمتلكوها، فراح الاتناشر واحد أرض كنعان جسسوا عليها، وكان من ضمنهم يشوع وكان من ضمنهم كالب ابن يفنة. فكل المندوبين العشرة غير كالب ابن يفنة ويشوع كلهم جم قالوا لا ده شعب كبير وعظيم وما نقدرش نحاربه، والأرض دي احنا لو رحنا هنموت ونتقتل. ولكن كالب ابن يفنة ويشوع قالوا لهم لا احنا نروح ونمتلك الأرض وهنقدر عليهم كل حاجة. فربنا زعل من عدم إيمان العشرة دول اللي هم يمثلوا أسباط إسرائيل العشرة. فلما زعل معهم قالوا خلاص أنا أقسمت ولا واحد منكم ولا واحد من الجيل ده هيدخل أرض كنعان إلا يسوع بن نون وكالب بن يفنة والولاد اللي هم سنهم أقل من 20 سنة.
اللي سنهم أقل من 20 سنة يعني اللي اتولدوا في البرية، اللي اتولدوا في البرية. لكن الأكبر من كده كانوا كلهم جايين من مصر. تخيل كل الشعب اللي اتعامل معاه المعجزات وعبور البحر الأحمر، واللي شاف قبليها الضربات العشرة وشاف أعمال الله العظيمة وشق البحر الأحمر، تخيل أن كل الشعب ده ولا واحد منهم دخل أرض الموعد بسبب عدم إيمانهم، إلا الاثنين دول يشوع بن نون وكالب بن يفنة، لأن كان عندهم إيمان. فشوف إحنا بنخسر قد إيه بسبب عدم إيماننا، وبنكسب قد إيه لو في إيمان. لو في إيمان، عارفين إحنا لو عندنا إيمان حقيقي يعني كانت تبقى حالتنا غير كده خالص. لكن إحنا بنتكلم كتير وبنهات كتير وكله كلام في الدماغ في العقل، لكن حقيقة الأمر مفيش إيمان باطني، مفيش ثقة في الله ثقة حقيقية، وبالتالي عايشين في فقر روحي، عايشين في فقر روحي، أو معظمنا عايش في فقر روحي. فهنا بولس الرسول بيقول إيه؟ خلوا بالكم إنه عدم الإيمان والتمرد على الله بيحرمكم من مواعيد ربنا، بيحرمكم من مواعيد ربنا. فافتكروا حكاية شعب إسرائيل اللي اتحرم إن هو يدخل أرض الموعد، ما عدا الصغيرين اللي هم ما كانوش في مصر، ويشوع بن نون وكالب بن يفنة هم اللي دخلوا بسبب إيمانهم. فبيشجعهم أنهم يتمسكوا بالإيمان. وبنعمة ربنا أنا بشجعكم كده أن كل واحد يتمسك بإيمانه في ربنا مهما كانت الأمور شكلها صعب، أو مهما كانت الأمور مش ماشية حسب تصورنا. زي شعب إسرائيل كده لما شاف الناس طوال وشعب كبير والبلد محصنة فقدوا إيمانهم، ولكن كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون قالوا لا احنا مش هنتنازل عن إيماننا مهما يكون الحال. فرجع في عبرانيين 3 في الأعداد 12-14 يكمل كلامه علشان يشجعهم، فقال لهم انظروا أيها الأخوة ألا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي. يعني كل واحد يدور كده في قلبه وفي حياته يشوف هو عايش بإيمان ولا لا. بل عزوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يقص أحد منكم بغرور الخطية، لأننا قد صرنا شركاء المسيح إن تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية. يعني خلوا بالكم الخطية ما تأسيش قلبكم، ده إحنا صرنا شركاء المسيح. يعني شوف المجد والبركة اللي إحنا فيها، إن إحنا صرنا شركاء المسيح. فليه نسيب نفسنا لعدم الإيمان، أو ليه نسيب نفسنا إن إحنا قلبنا يتقصى بالخطية؟ لأننا قد صرنا شركاء المسيح إن تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة إلى النهاية. يعني إذا كنا تمسكنا بالإيمان اللي إحنا اعترفنا به يوم معموديتنا، أو اللي اعترف أبائنا نيابة عننا يوم معموديتنا، نبقى بالفعل شركاء المسيح. رجع بعد كده كلمهم، يرجع تاني لشعب إسرائيل واللي حصل معاهم، عشان كل ده بيقوله علشان هم ما حدش منهم يفكر يرجع من وراء المسيح. ده هدف الرسالة أصلا، أنه يكلم العبرانيين عشان ما يرجعوش عن الإيمان بالمسيح. فجاء في عدد 15-19 لهم إذ قيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الإسخاط. فمن هم الذين سمعوا أسخطوا؟
أليس جميع الذين خرجوا من مصر بواسطة موسى ومن مقت 40 سنة؟ كلمة مقت يعني كره يعني أو غضب عليهم. أليس الذين أخطأوا الذين جثثهم سقطت في القفر؟ ولمن أقسم لن يدخلوا راحته إلا للذين لم يطيعوا؟ فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيمان. سفر العدد قال حاجة عجيبة قوي، قعدت أفكر فيها وأدرسها. في عدد 14 أعداد 22-24 بيقول إيه؟ جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر. ده مين اللي بيتكلم؟ مين بيتكلم؟ السيد الرب الله. بيقول جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر وفي البرية، ده شافوا العجب، شافوا العجب في الضربات العشرة، وشافوا العجب في عبور البحر الأحمر، وشافوا العجب لما نزل لهم المية من الصخرة، وشافوا العجب لما جاب لهم المن، وشافوا العجب لما جاب لهم السلوى، وشافوا مجد الله نفسه في عمود السحاب وفي عمود النار، في السحاب وفي عمود النار. شافوا كل المجد ده والآيات دي. فبيقول جميع الرجال الذين رأوا مجد وآيات التي عملتها في مصر وفي البرية وجربوني الآن 10 مرات ولم يسمعوا القولي. تخيل له ربنا يعمل معاهم عجايب ويجربوه 10 مرات، 10 مرات. لن يروا الأرض التي حلفت لآبائهم وجميع الذين أهنوني لا يرونها. عدد 24، عدد 14-24. أما عبدي كالب اللي هو كالب ابن يفنة فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماما أدخله إلى الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرثها. إيه حكاية 10 مرات دي؟ هتلاقيها في سفر العدد في حتت كتيرة. كم مرة يغضبوا ربنا وتعدهم تلاقيهم 10؟ طبعا مفيش وقت إن أنا أحكي لكم عليهم مرة برة، لكن أقول بعض الحاجات كده بسهولة. يعني أول حاجة لما اشتكوا عند البحر الأحمر، لما رأوا الجيش المصري يقترب وكلهم قلقوا وغضبوا على موسى وقالوا أنت طلعتنا عشان تموتنا هنا في البحر، ده خروج 14-10-20. طبعا حاجة زي كده تخلي ربنا يزعل، يبقى أنتم مش واثقين فيا. المرة الثانية لما تذمروا من المياه المرة في الحتة اللي اسمها مرة في خروج 15 الأعداد 22-24. والمرة الثالثة لما تذمروا وشكوا بسبب الطعام في البرية خروج 16-1-3. حتى المن اللي ربنا نزله لهم ما عجبهمش فتذمروا، راح ربنا منزل لهم السلوى. لكن التذمر بتاعهم ده كان حاجة تغيظ ربنا. مرة رابعة موضوع العجل الذهبي، لما لقوا موسى اتأخر على الجبل فوق وقالوا لهارون اعمل لنا إله عشان نعبده، طبعا حاجة غاظت ربنا، خروج 32. ومرة خامسة لما قرح وداسان وأبيرام اتمردوا على قادة موسى والأرض اتبلعت اتفتحت وبلعتهم، سفر العدد 16. ومرة لما شكوا من نقص المية في مريبة عدد 20-2-13. والمرة اللي حكيت لكم عنها لما رجع الجواسيس وقالوا احنا مش هنطلع نرس الارض دي، مش هنقدر عليهم، ودي زعلت ربنا خالص، دي موجوده في سفر العدد اصحاحات 13-14.
وفي مرة عن تمرد وفي تعبيرة وفي مرض التذمر من نقص اللحم وتجاوزات كتيرة خالص في البرية. فأنت خلي بالك أو أنت خلي بالك أن كل مرة تتذمر في حياتك أنت بتتذمر على ربنا وبتضايق ربنا وبتعلن عن عدم إيمان في ربنا وبتجرب ربنا. لكن أحلى حاجة بنعملها في كنيستنا الأرثوذكسية إن إحنا بنقدم دايما ذبيحة الأفخارستية أو ذبيحة التناول وبنسميها سر إيه؟ حد عارف؟ سر الشكر. وإحنا لما نقدم شكرنا لله الآب بنقدم له ذبيحة المسيح نفسه، لأن الخبز والخمر بيتحولوا إلى جسد المسيح ودمه. فدي بتبقى لحظات مجيدة جدا لما تسمع أبونا وهو بيقدم الخبز أو هو بيبارك الخبز عشان يبقى جسد المسيح بعد كده، يقول وشكر، وبعدين بيرضوا على الكاس يقول وشكر. طب هو شكر، هل إحنا بنشكر ولا إحنا بنتذمر؟ فكل واحد عنده ظروف، وأكيد كل واحد عنده ظروف صعبة في مجال أو آخر، لكن هل هنقدر فعلا لما نيجي القداس وفي كل حياتنا وفي كل صلواتنا نبقى عايشين بالشكر لله؟ سمعت قصة في التقليد اليهودي، ما أعرفش هي صح ولا غلط، بيقول لك موسى عدى على واحد وربنا عطيله كتير، فموسى قال للراجل ده، قال له انا رايح اقابل ربنا، تحب اقول له ايه؟ قال له قول له كفايه يا رب الخير بتاعك كتير، مش عايز اكتر من كده. قال له حاضر. وبعدين عدى على واحد تاني فقير خالص، قال له تحب، انا رايح اقابل ربنا، تحب اقول له ايه؟ قال له قول له ايه اللي انت سايبني فيه ده، مش معقول كده ان انت تدي الواحد غني وانا سايبني كده تعبان. فراح موسى قابل ربنا، قال له انا عايز اقول لك على حاجه. قال له قول يا موسى. قال له انا قابلت اتنين وانا جاي لك في السكه، فالاولاني بيقول لك كفايه قوي الخير اللي انت بتديه له ده، ده كتير قوي. قال له روح قول له يا موسى، قول له بطل يشكر وانا واقف. قال له طب هيبطل يشكر ازاي؟ ده هو طول عمره عمال يشكر ربنا يشكر ربنا، وكل ما بيشكر ربنا ربنا بيديله. قال له طب والتاني ده اللي ما خدش حاجة، أقول له إيه يا رب؟ قال له قول له أشكر وأنا هزوده، أشكر وأنا هزوده. فده اللي أنا عايز أقوله لكم، أنا ما أعرفش القصة دي صح ولا غلط لكن فيها معنى يعني. ده اللي أنا عايز أقوله لكم، هل انت بتشكر على الوضع اللي انت فيه ولا بتجرب ربنا ولا بتتذمر على ربنا ولا بتتذمر على ربنا؟ لو الانسان بيشكر على كل شيء بإيمان وبثقة في أبوة الله ومحبة الله، الله يعطي. يقول الذي لم يشفق على ابنه بل وهبه لنا بل أعطاه لنا فكيف لا يهبنا معه كل شيء. فإذا كان الله الآب سلم ابنه من أجلنا، فمعقول في حاجات هيحوشها عننا؟ طب ليه السر إن احنا مش بناخد؟ السر إن احنا مش بنشكر، مش بنشكر. فهو هنا بولس الرسول حب يقول للعبرانيين إيه؟ اشكروا ربنا على النعمة اللي انتوا فيها علشان ربنا يزود النعمة، لكن هتتذمروا على النعمة هيبقى أنتوا عملتوا زي أبائكم اللي تذمروا على ربنا وجربوا ربنا وبالتالي خسروا أنهم يدخلوا أرض الموعد، وربنا قال لن يدخلوا راحتي. الإصحاح اللي جاي بقى إصحاح 4
هيستفيد أكتر في موضوع الدخول في الراحة الإلهية، وده موضوع يهمنا كلنا بنعمة ربنا. نكمل المرة الجاية. لله كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.